كان مطلبنا الاساسي اللي كونا نخدموا لرواحنا، لذا السيد هذا ما بلاش بينا وما حشتوش باش طالب صلح منا، لذا احنا نطلبوا من القضاء يسرع لنا في قضيه نتاعنا هذه، قضيه شغليه معاه السيد هذا، وخلينا نمشي ونشوفوا حياتنا ونشوفوا لرواحنا. هذا اللي مطلوبنا احنا. عندنا حق احنا باش ناخذوا ما عرفش الطرد التعسفي والسنين اللي خدمناها معاه، فهمني عندنا حق باش ناخذوا ما نعرفش انا من نجي للقانون، فهمني الامور هذه حددها القاضي الشغل والمحامي، فهمني هذاك اش طالب انا، هذاك اش طالبين الناس الكل، خاطر هو ماهوش طالب الصلح وماهوش طالب ماهوش راضي باش يرجعنا نخدموا، لذا اخويا سرع لنا القضاء في امورنا معاه السيد هذا وخلينا نمشي ونشوفوا امورنا. الاتحاد معناه يقف معنا في امور معناه الاوراق نتاعنا باش يحضرنا الاوراق نتاعنا باش نقدموها للمحكمه، وهم بليس معناه الشوماج تكنيك اللي باش ناخذوه على السي ان اس اس معناه وقف معنا في الاجراءات هذه. كلام الاتحاد الجهوي خاطر قالنا معناه فما اعانه من الشؤون الاجتماعيه توصلكم، فهمني؟ قالنا راهي الليسته نتاع الخدامه الكل وصلت وزير الشؤون الاجتماعيه، لذا نستنوا في الموافقه من وزير الشؤون الاجتماعيه باش يعطينا المنحه هذه 100 دينار واللي هو باش نجم الناس تتحرك لجور معناها يحضر شوماج تكنيك نتاعنا باش ناخذوه على السي ان اس اس. ديما فما مشكله علاقه لازم تلقى نوع من العلاقه بين واحد في السلطه ومول الشريك، وما زالت العلاقات هذه مازالت وماشيه وتتطور. هما توا يقول لك توا السيكل هذا باش يهيجوا عليه الناس الكل، هو مثلا نعطيك حاجه التدخل نتاع الامن لحد الان فهمتني فيه نوع ما يحبش يدخل زاده في مواجهه، خاطر كان باش يحل مواجهه في جديده باش تحلوا في البلايص الكل في الوضعيه اللي عاشتها البلاد فعلا العباد على الاعلام يحمل في المسؤوليه الاعلام يحمل في المسؤوليه نتاع العجز نتاع الفلوس في البلاد للخدامه، هاو ما يخدموش هاو التوانسه ما يخدموش غادي تسمعوا راه حتى في التلفزيون فهمتني في ما همش حامدين ربي في مثال نرجعوا نخدموا وبعد كي يوصل الاقتصاد 4 قداش تو نشوفوا المطالب الاجتماعيه هذايا الازمه هما خلقوها، هو انت موك عندك ما تعرفش تجاري معمل فهمتني وحليت معمل وما تعرفش تجاري انت تتحمل مسؤوليتك، خاطر ساهل انا زاد تو نجيب 50 مليون نحل معمل ناخذ بعد نقول لك راني ما عادش عندي ما عادش نجم ونسكر المعمل ونروح، هذايا ما لازمش تتعاود. نحن على الاقل على مستوى القضاء فهمت على مستوى القضاء باش نكبشوا ونشدوا صحيح كيما زاد نجم مع جماعه في مصفات، انت مو عندك الجيش نتاع السلطه وتنجم تكلم قاضي، نحن زاد عندنا الجيش نتاعنا العباد اللي تساند وعندنا المحامين نتاعنا باش نكبشوا ونسدوا صحيح. لا سبيل اليه هذا تستسهل تسكر معمل تقول لي الى اللقاء ولا تو نبيعوا برا تصرفوا مع اللي مشيش الجديد فهمتني. هلا غالب وصلت الوضعيه انا مالوريزمون تو تقول لي راهو باش يجيو يعملوا عقله فهمتني. نقول لك على غالب وصلنا للوضعيه هذيك، ما على قليل ما فرتوش في الحق اللي قعد. على قليل الحق ما تمشيش الحكايه كيكا سبهله لا، بطبيعه بما انه ما عادش باش يحكيو فيها في الاعلام تقعدوا انتوما فاس فاس انتوما هاك ماشي المحكمه هاك راجع من المحكمه ويطول بك الحكايه. هل فما مازال عباد تخدم ناس 15 سنه و 12 سنه وفي الاخر يسكر بابه ويمشي على روحه؟ هاك العباد اللي وراه وين الدوله؟ وين الدوله؟ وين هي؟